مرحبا، كيفكم؟ هاي انا رجعت لكم بفيديو جديد مع رند جودي من قناه داداسي. اليوم رح نعمل تحدي اللهجه السوريه، يعني هم رح يحكوا لي كلمات سوريه وانا لازم احضر شو معناها، زي ما احنا عملنا تحدي اللهجه الاردنيه على قناتهم. فرح اترك كمان الفيديو تحت بصندوق الوصف تقدر تروح تشوفوه. بس قبل ما نبلش بالفيديو لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناه اذا مش مشتركين. وهلا خلونا نبلش بالفيديو. هلا نحن يعني عرفنا اغلب كلمات اللي جابت لنا اياهم ووجهناها انه عن جد بنعرف كلمات اردنيه، بس لنشوف هي شو حتعمل. بحس حالي شوي بعرف سوري. لنشوف. يعني المفروض اللي بيتفرج على باب الحاره وهيك يعرف. اول كلمه هو غالبا الكلمات، يعني في عندنا كثير كلمات بتتالف من كلمتين، يعني جمله مركبه من كلمتين. اول باشتان، اول شرط، يعني زي ما قلت اولا انا بحبك، ثانيا انا هيك. اول باشتان. فرط لنا هالمسبحه. هاي مو قصدهم فرط المسبحه صح؟ لا انه لا زي لا. مو انه تمسكي المسبحه فرط، لا زي حلل الشغله يعني. لا فسر. لا فك. لا حل. لا حل. حل المشكلة. حل. حل. نائرة يعني سهلة. خناقة. أوكي. رابع كلمة فركة. 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 لا غير هي الفرق. غير الفرق. فركة يعني أكلة. لا لا مو أكلة. فعل. فعل. ركض. قربتي. شقلب. مشيت. لا لذلك قريبة من ركض. هرول. لا طب جملة أعرف إنه حنعمل فيه هيك فركة، يعني راح سحب علينا، يعني قريبة بس هيك تعتبر صح، يعني هرم. هرم. سحبها علينا وراح. الكلمة اللي بعدها ضد زهرمي. ستوكلي. صح. صح. أحد. أحد يعني حفشر. لا لا مو احط. لا يعني اكل للرمق الاخر. لا لا احط الصحن. شلف. لا احكي لي عنه. احط. لا تكون هون. روح. لا يعني مبينه رين. روح شو عرفني يعني. انا بدي احكي شلف يعني الع. اطلع احط يعني الع. ايوه. شحنه. انا وبرجيكي ما رح تعرفي اياهم. شحنه. شحنه او شحه. ها هنا. ها انا هنا. شحني. تذكرتهم مسلسلات كثير بحكوها. شحني هون. سورية. انا سورية بس مغطى بالاردني. يا حاجة تحوس وتلوس. حاجة تحوس وتلوس يعني ما تضلك تلف. لا لا اوفر اوفر اوفر. خلاص انا بعطيك الجنسية يا جماعة. اول جنسية يعني ما تضلك تلفلف حواليه انه زي شيء معين. بسمعها بسمعها كثير. هاي شروي غروي. تعرفي يا شكل. اشي هيك اشي هيك. شلوي غروي يعني. طيب اوكي الكلمة اللي بعدها انا بتأمل انه يكون في كلمة ما تعرفها اليوم سارة. هي الكلمة ان شاء الله ما تعرفها. ان شاء الله. لا تتأمل. انا عندي شوية امل. انا عندي شوية امل. السع. وسع. يا جماعة فقدت الامل. فقدت الامل. انا فقدت الامل. ام كمونة. هاي اوكي عادي عادي. ام كمونه. ام كمونه. ايش اللي في لك هيك؟ ايش يعني من الكمون هذا الشيء الاصفر اللي. ايه بس هو الكمون يعني ككمون بينوصف بشيء انه اصفر، بينوصف بشيء من فعل الانسان. وحده ام كمونه. طب شو بتعمل حتى تكون ام كمونه؟ حتبين كثير سهله. لا لا خليها 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 خليكي خليكي عادي احنا عم نستناك. استسلم. يعني بخيله. كمونة بخيلة؟ احنا عنا ماما احنا عنا البخيل ايش بسموه؟ تحتوت. لا غير ايده. ايده ايش؟ ايده ايده ماسكة. كمون ما يعني وقت بدهم يجوا يقصفوه احيانا بشوفوا الانسان للكمون انه هو بخيل صح؟ هاي اول مرة بسمعها. مطرمخ. لا اله الا الله. لا لا ليش ما جبتي الاول؟ مطرمخ يعني يعني انه هبيلة؟ لا ماكل هوا. طيب حتى لو حكيتها سهلة تحكي. لا لا غلط غلط. حطيها بجملة. مش هذا الولد المطرمخ. ايش يعني؟ هذا الولد المطرمخ. اوكي حطي لها اهم جملة. بس جملة بعيدة حاولي. انا ما بعرف شو يعني. بلا يعني انا بعرف بس ماني متأكدة. شوفي مطرمخ. اول ما فقت كنت مطرمخة. بين يعني مدروخة. مو صحيح على حالي. ايه ترى مبينة يعني انا كثير 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 قريت. يعني صح.
اوكي يا جماعه هاي كانت نهايه يوم ما فيش نهايه للفيديو. اوكي يا جماعه هاي كانت نهايه فيديو اليوم، بتمنى يكون عجبكم التحدي، بتمنى تكونوا استمتعتوا كمان مع رند وجودي الحمد لله ما خربطت بينات الحمد لله واخيرا. ولا تنسوا تنزلوا على خانه الوصف تحت مشان تشوفوا الفيديو تبعنا تحدي اللهجه الاردنيه مع ساره. جبت كلمات صعبه ما اعرفها، جابت كثير كلمات صعبه بصراحه. اوكي واذا لساتكم مش مشتركين بالقناه اشتركوا، واذا مش مشتركين بقناه رند وجودي راح اترك الرابط تبعها كمان تحت بالصندوق وصف تشتركوا وتحكوا لهم انه انتم من عندي. صار بترمي عليكم. سلام.